عصبيني اشوا نوضت قاعدين انا ما غاديش نخرج نوضت قاعدين تخرجوا راه مشى الحال اشوا متحمقين عليكم البنات كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم كيف ما كتشوفوا الكاميرا كنكونوا ديجا حاطينها تما، فهلي هذا اليوم قررت باش ندير اليونس مقلب، فما غاديش يعيق بيا. انا دابا مخدمه الكاميرا وكنسجل لكم فيديو، هو راه في الحمام. المهم خليكم معايا وشوفوا المقلب، غنحاول نعصبو ونستفزو ما تمشيو يونس. اجي اش نقولك عين اشو قاعد واش مازال ما ساليتي 100 ألف؟ عين لبس غير قميجة انا حيدي ما سالو بقى تسناك. ايوا عين لبس غير قميجة ونوضيت قاعد لبسي غير الصباط ديالك مازال الحال. باش نوض اشو نصورو في الزمر ديالنا مازال الحال. لا راه مشى الحال اشو باش يلا الشميشة هي اللي كتكون فيها الإنارة شوية مزيان. ايوا ولكن تهبط شوية باش ما تبقاش قاصحة. وراه العرس هادي فوقاش بغيتي انت تهبط؟ غادي نعزل ونخرجو راه كتكون أو نوضي أشواء كبارك أشواء ما كتهرب حتى المغرب. وباش يمي تصور الفيديو ديالنا مزيان ولا ما شوف نزلني معطل شكون اللي معطل؟ وأنا غير لبس غير قميجة نزيد غير عليا ونوض صافي. أنا لا نزيد لبس غير الصباط ديالك. نزيد القميجة وأجي نقول لك أنا غنلبس غير الطلاكيطة ونزيد. شنو باغي؟ هو أجي نقول لك بغياتك واحد الحاجة. أنت ما كيجيوك هاد المواضيع حتى كنبغيو نخرجو. خمسة دقايق إوا عيني غير لبس القميجة ديالي فكرة راهي نايمة على أشواء شنو هو؟ المهم انا قررت واحد القرار وبغيت نشاركو معاك. شنو هو؟ قررت واحد القرار وبغيت نشاركو معاك. انا بغيت نكون كتضحكي علاش؟ قررت واش كتهضري بنيت؟ كنهضر بنيت يعني هنا الحرارة تخنق انت كتمشي مرتاح مع مخك ما داير لا درة لا حاجة هنا. انت ما جاك هاد الافكار تاع دابا عاد باغي تحيدي الدرة. انا كنبقى والله الاولى ما تخساريش ديك الساعة ما ديريش كاع الدرة اصلا. الاول انا اللي قررت نديرها ما قال لي حيدينها وانت دابا بغيت تقرر تحيدها ما قال لي ما تحيدش اصلا. انا ما جيتش دابا نسولك انا خديت القرار ودابا جيت غير نشاركها معاك. ودابا علاش انت باغي تحيدي الدرة كاع اصلا؟ خلقتني يوز وانا اصلا باغا نبقى ندير الوصفات ديال الشعر في القناة وخاصني نبقى نبين النتيجة للناس راه كتشوف لي يعني خاص ضروري كيفاش غندير الوصفات ديال الشعر. واش بغيتي تحمقي الناس هو قال ما خليكش تحيدي اصلا راه دابا علاش بغيتي تحيدي اصلا؟ اصلا كتجيني شحال من وديك الساعه من النهار الاول ما ديريها شنو انت دابا غير بغيتي تعصبي نوض اشوا راه مشى الحال مشى تصور راه ما غاديش نسمع. شوف انا دابا ما كنسولكش راه 4:30 اشوا نوضيت كاع باغي نسمع هاد الهضره راه ما عندنا حتى معنى. خليني نهضر انا دابا ما كنسولكش انا صافي خديت القرار انا غير جيت نشاف راه غير كسحم غير كسحم كيفاش كنحلو؟ راه غير كتحلمي راه انا مستحيل نخليك انت كتجي كزوونة علاش باغية؟ لا لا كيجي حسن بطبيعة الحال شحال من خدمة غير شوف انت شحال من خدمة. الله يهديك اشوا الله يهديك اشوا انا ما كتعجبنيش انا بالشعر انا بغيتك هكا انا هكا بغيتك انت كتجي زوونة هكا احسن بالحجاب باش تبان تا سميتو كتبان مزيان. شنو؟ شنو سمع ميتا بالحجاب كيكون محترم اصلا. انا اصلا ما بقيتش نلبس محترم ما غاديش نلبس انا اصلا يعني ديك الفكره تاع انني نلبس لباس ما عنديش فكره انا ضد ديال هاد الفكره اللي باغا تاخذي انت راه مستحيل مستحيل انت كتحماقي يا شو انت دابا انا دابا ونوضي دابا نوضي كاع ما تفعليش اي راه مشى الحال شو راه مشى الحال انا ضريتي هنا شنو يدي عندك ايوا نوضي كاع ايوا ضريت دابا غير كنتي كتنزي عليا ما كنتنيش كندمنيت الله يسمح لك اشوا نوضي اشوا دابا غير راه كتاخر يا اشوا اصلا باقي الحياه انا ما غنخدمش 4:30 اشوا خاصك مش كتهبط اشوا مازال الشمس ما تهبط حتى كتنغرب دابا حتى العصر باقي ما بدل حنا تما خارجين فوق قوايل بحال هكا باش يلا ناخذ التصويره كي عارفه كي خدلو وقت كوبي حيد هاد المقطه حيد عاوتاني عاود راك عارف شنو المهم انا راني دابا مصوبه الشعر عاد دوش او ما راه كنت غنخدم غير مع بليتر واش بغيتي تسحم مقيني ولا شي اشوا واش بغيتي تسحم مقيني راه نضربك بين هاد الخديه راه ما نخليكش راه مستحيل اشوا نخليك تحيدي الدر بس انا هضر معاك ما تعصبنيش اشوا علاش ما تخليني انا سحمي تضحكي بس لا كنهضر معاك شنو ما انا كتعجبيني هكا علاش باغي تحيدي كاع الدر علاش انا ما بغيتكش تسعيدي شعرك شنو انا بشوفي فيا بغيت وانا ما بغيتش وانا بغيت تبغي بغيتي تنزل تحسك تحترم
القرارات ديالي خاصك تحترمني خاصك تقدر تحترمك في كلشي علاش خاصك نعجبك كيف ما انا كيفاش ما كتعجبنيش لا انا ما بغيتكش انا ما غاديش نخليك تحيدي اصلا الدار لا كاع بلا ما تعصبي غير كنرفينا نوض انت كاع دوشو نوض اشواق انت ما تبقاش تدفعني نوض اشواق اش من ما تبقاش تدفعني راه مشى بحال اشواق خليني نهضر انا كنحترم القرارات كيف ما كانوا ولكن دابا الدره كتجي كانه زوينه ما عرفتش علاش بغيتي تحيدي ماشي ضروري تجيني زوينه ولا تجيني خايفه ولا انا ماشي غادي نحيدها حيت كتجيني بغيتي تحيديها بقاي في الدار راه كتحيديها عاد بغيتي تحيديها على شارك راه كاين الضحي كيف ما كديري ديما شارك كيكون جوبات كنكون دايرين الكليم ولكن برا هو اللي كتكون حاضر باش ما نخرجش ما تعصبينيش اش واقع نديت قاعده دابا غير بغيتي تعصبين شنو لا ما تعصبينيش اش واقع انا ما بغيتش هاد الفكره ما بغاتش تدخل لينا لدماغي شنو ولات راه سمعونا الجيران دابا خاصها تدخل انا ماشي شغلي راه ما غاديش تدخل واخا تبقي هنا نهار كامل وانت كتحكي راه ما نسمعلكش هاد الهضره هادي راه ما كاينش منا كاع ايوا صافي انا قررت راه غادي نضرب كاس فوق هاد الكاش هاد المسخوص شنو ما شربو انا بغيت قاعد اش من شربو انت كتنيرفي لواحد قال لك الدره ما الدره بغيت تطنا كاع راه مشى لها راه الخمسه هادي اشكون لا 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 ما بغيتش ما بغيتش شنو بغيت داك ما عجبكش داكشي ويني هاد الفكرة هادي راه مغاديش تكون باش ديرها في بالك عرفتي الدرة بغيتي ولا لا شحال مقايناش نوضي تكاعد شنو ديرها شحال مقاينا راه الدماغ ديالنا بغي الرقص غنحيدها اليوم بغيتي ولا كرزي صافي خلاص كاع ما تعصبينيش اشنو نوض يا شباب وراك غتخدم نوض يا شباب انت كتير الشربة ديالنا كتحيد تحيي الدرة وكتحشم ما كتمر فيك والله العظيم الا كتجيك زوينة غير بغيتي تنيرفيني وتعصبيني وتنوضي فيك ماشي شغل اشوف انا ما كنكتبش رايك انا دابا غادي نحيد الدرة شكون انا واش كتهضري معايا شكون هو ماشي شغل شنو دابا تيكحيت على جديد صافي تبقى تحكم فيا نتحكم فيك شنو لا نتحكم فيك شنو خاصك تاخدي ما عندكش الحق ما عندكش واش ما عنديش الهضره راه ما غاديش دير لك هذه راه ما تعصبنيش راه نضرب بهاد الخديه ما عنديش الحق ماشي اش واقع راه نضرب بهاد الخديه نضربني وتشوف اش واقع راه كنحترم النساء ما كنضربهمش النساء ماشي شغلي انا دابا غادي نحيد الدره دابا حيدتيها نسميتك اشواق وحيديها ما نحيدها اصلا سميتي اشواق في الحاله المدنيه اش راني عارف اشواق راه بغيتي تحيدي الدره هي الدار عندك الدار حيدي الدار كنحيدها حيدي عارف الدار هادشي حاجه اللي طبيعيه راه حيدها انا الدار راه برا ما عرفتش اصلا هكا كيقول كتجيك انا زوينه ما عرفتش شنو بغيتي ديري واش انا قلت غير حيدها حيت كتجيني خايبه هذا القرار ديالك غير صائب جدا غير صائب باللغه العربيه راه كنهضر معاك دابا بنيسي ايوا ما تنضحكش راه كاع ما تفكري تحيدي الدرب دابا غير ما تنيرفينيش ونوضي اشواق نصورو الفيلم ديالنا والفيديو ديالنا اللي غنصورو ونرجعو بحالنا راك عارف الشمس كتهرب صافي اصلا حيدتي لي مورا ما فيها ما يخرج انا وديت قاعد اشواق انت اللي طيحتي له عصبتيني الافكار ديالك
ما سميش شكون اللي طيح عليك هذه الفكره؟ غير سير سرحي الحوايج كان ما عرفتش انا والله. راه عري ما تقول لي شكون اللي هز اللي قال لك هذه الفكره. انا انت شي حد شكون غيطيح لي هذه الفكره في بالي؟ انا اصلا صافي بغيت نحيد بغيت نحيد غير خاصك تكون موت في الدنيا. انت دابا جات جاك تالت النهار وتقول لي يونس بغيت نحيد الدره باش ندير الوصفات وندير ما رديت كاع علاش الوصفات برا كتجيني الحراره ثاني بغيتي ديري ديال الشعر بيعطيهم غير المقادير وصلوا لا حاسه تبان النتيجه طيب عن الفرق الشعر كيجي شنو النتيجه هو عندي الشعر ديالي فيه لا حتى الشعر ما غاديش يبان علاش ما يبانش علاش الحراره برا كتجيني وثانيا شنو سميتو اش راك عارف شحال من فرصه الخدمه كيقول لك ما خاصكش تكون دايره الدره صافي انا شنو المهم هو لبس لباس محترم انت دابا غير بغيتي تسحب المقيم شنو السؤال كيزيد شنو كينقص بزاف ديال الناس ما دايرينش الدره عادي فين كاين المشكل هذوك خليهم انا ما كنتحكمش فيهم ولا شي حاجه انت هي كنبغيك هكا بالدره انت انا ما خاصكش تحكم فيا ديالي بالك بالدره علاش قربت عيونت شي حاجه صرا ما تعصبيني شي حاجه وقلو ديت كاع دي راك عصبتيني شي حاجه شنو ما جابنيش انا وديت كاع دي شنو الدره انت ما عرفتش جات هاد الفكره حتى هذا النهار شحال هادي ما خليكش غير بلا ما تحل مقايني دابا صافي دابا خلاص انا شخصيه انا غادي نحيد الدرب دابا تبقى تمرض انا وديت كاع هذا ما غاديش نخليك نوض كاع نمشي انا غنخرج صافي راه غتخرجي راه درنا نصورو فيديو ونرجعو بحال دابا فين راه مشارع ما بقاليش المورا انت من الاول كنتي كتقولي حقا ما نحترمك شنو ما بغيتي ديري ديري انا ما غاديش نتحكم فيك انا ما غاديش ندير فيك ودابا شنو كيتبدل صافي دابا درتيني في جيبك شديتيني دخلتي دابا الا طرحتي هاد السؤال على اي واحد بغيت نحيد الدره باش يجاوب واش انا شغلي في انا ما بغيتش تحيد الدار اصلا في شي حد انا ما كيهمني حتى شي حد راني عارف ما كيهمنا حتى شي واحد انا ما كيهمني حتى شي واحد اني انا بغيتك بالدره خلال الماء وانا بغيت كاع هادي دابا نوض كاع انا واش عصبيني على شو نوض كاع انا ما غاديش نخرج نوض كاع غادي نمشي نخرج راه مشى الحال على شو بلا ما تحمقي من بعد شنو دابا ضيعي تخلي زيد تلبس حوايجي ما نوضي كاع ديال الشوق راه عصاب هادو من الصباح راه مخلي الزمان ما نوضي هذا الشوق خزينا الكاميرا نمشيو بحالنا خليني نوصل الكاميرا الله يعطينا وجه الله يسمح لك كنت كتصوري والله الا كنت كتصور بالله مقلب صافي درت لك مقلب ما خليتيناش تنقولو لك والله يعطينا وجهك راه عرفتي عصبتيني اشوا انا كنتسناك تنزل هاد الفكره ديالك اش من انت ما طاحت لك هاد الفكره حتى لدابا اجل انا باش نديرو باي باي المشاهدين واش من باي باي تنوطي السخرة طالعة راس انا كنقول مال اشواق كتقول لي تا هاد النهار عاد جاي ديري لي زعما ما اصلا ما تعصبتيش كنتسنى كنحاول نستفسك انني غادي نخرج لا عصبتيني لا لا يزيد كسر ما تعصبتيش لا لا يزيد كسر الله يعطينا وجه تا هاد قولي قولي شنو من الشعور ديالك واش من الشعور انا ما بغيتكش اصلا انت راكي عارفه اصلا انا جاتني غريبه علاش؟ عيط نتيا اصلا شنو كدير؟ نجيب الكاميرا اوبلا اوبلا حسيها اصبر انا راني كنت مزومة المهم قلت شنو هو لا دابا انا اللي جاني في الشكل هو انك ما عمرني سمعت منك هذا السؤال هذا بانك غادي تاخذ هذا القرار بانك تحيدي الدره ما عمرني توقعت بان غادي يجي منك واستغربت وانت انا كيسحب لي في اللو شنو غير كتنزي عليا وهي كتعصبني ما عرفتش علاش ما فهمت حتى لعبه نتي راك انت كتصوري لي مقلب ما عطينا وجه انا باقا عاقله خاصني نبدل لك المقلب اللي درتي لي في رمضان دابا هذاك اللي بقى فيك ايوا شنو ولكن ما تعصبتيش بحال كيف عصبتيني انا زيد كسر راك عصبتيني انت ما بكيتيش علاش انا بكيت بكي حتى تحيدي الدر والله عطينا وجه خاصك تبكي
من 24 مضبوبين ما داو ما ما داوحيش ما وضحيش ها انت قلت رجلي من ما داوحيش وضحت وضحت المهم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم كنت والله سيري السكا ورديت رديت خديت الضربه واخيرا ما بقاش فيا تعطلت بزاف 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 ولكن مع الوقت راكم عارفين ملي كيكونش الوقت كيكونش فرصه باش نصور اليوم بالعاني انت كنقول له نخرجوا بكري وجدت راسي وزرت واخا هو الصراحه كيتعطل ولكن ماشي ديما كنسبقوا كنشوف راسي اش راسي شعري حيت قلتي لي غير الوصفات ها هو الشعر ديالو واش ما عجبكش ما غايبانش باش انا غايدير شي وصفه غايبان الفرق في الطول يعني شي وصفه اللي كطول الشعر مجربها حيت انا كندير واحد الزيت واحد الخلطه ديال الزيت صراحه كطول الشعر دغيا يعني غادي يبان الفرق من بعد مده ها شعري شحال كان ها شعري شحال ولا فيه في الطول باش يعني تيقوا بلي داك الوصفات اللي ديك الوصفات اللي كنقدمهم مجربها يعني انا ماشي غادي تعيط الدراري انا ما خليتش وراه غير كنت كنضحك راه عارفه راني عارفه هاد الفكره هاد اللي ما بغيتش نفهم جاتني غريبه ملي طلقتها انا اصلا نحيد الدراري صافي مادام انني درتها الا انني اقتنعت بها ودرتها لراسي ما قادتش شي حد يديرها ودرتها اصلا قبل حتى ما نعرفك فما يمكنش انني نجي دابا ونقول نحيدها علاش غادي نحيدها اصلا علاش علاش السلام عليكم اخوتي بغيت نصبك راه كنصبتي واحد الفيديو ولكن كنت باقا باغا تزيد تعصب باش عاد نقول لك بلي نقلب ساعه انت عقتي به عقتي شدك تمشي في الكاميرا زعما نمشيو للموضوع راه نوطيس كاع دايره مشى الحال دابا بالنسبه باش نصور الفيديو ديالي يا هذا المهم تصوروا الفيديو حطوه خوزي ان شاء الله غادي يكون هذا الفيديو ولكن ان شاء الله ان شاء الله هذا الفيديو اللي غادي على هذا المقلب حتى انا غندير فيك شي مقلب من ماما تنسى خليني نهضر في الفيديو اللي غادي نحطو كنا باغيين نعاودو لكم على قصه حبنا ولكن يمكن ما غاديش نديروه اليوم تعطلنا ياك حمقتيني وكنقول لكم وضعت انا لا ود الاناره ديال الفيديو اللي غنحطو اصلا دابا حنا صورنا فيديو اللي غادي نحطو وحتى نصوركم داك الفيديو ان شاء الله قريب حيت بزاف اللي سولونا عليه ديما كيسولونا هذا السؤال وكنا كنقولوا تنتلاقاو كنا بغينا شويه يوليو عندنا متتبعين باش نشاركوا معكم القصه ديالنا لحقاش مختلفه واحد شويه واحد شويه انا كنصحكم بانك غادي تعجبكم القصه ديالنا كيفاش تلاقينا انا وشو يعني الا جيت نهضر عليها خص تكون على شكل فيلم صراحه كنا باغيين نصوروها على شكل فيلم ولكن غير هاد كورونا شويه ما صلحش يعني كنا غادي نديرو ولكن غنحاولوا ما نعرف كنا باغيين نسافروا يعني نمشيو نخرجوا من العين ولكن المشكله دابا الحركه واقفه واخا ابو ظبي تحلات علينا ولكن الكيران الطاكسيات ما كاينينش دونك خاص الطوموبيل ولا خطاف ولا شي حاجه بحال هكا خطاف الا بقى معاك نهار واحد نهار كامل يعني غيكون مكلف شويه وهذا ما كان ان شاء الله كنتمنوا في القريب العاجل يحبس المهم اخوتي وبالنسبه للحل الاخر المدن الاخرين ياك المدن الاخرين مدن اخرى مازال مسدود بحال ولا غير ابو ظبي والعين حاليا حيت اماره وحده اما دبي الشارقه وما خوتي المهم لما طول عليكم كنرفع علينا الوباء امين يا ربي الله يستر علينا والله ان شاء الله يبعد علينا ترجع الحياه لطبيعتها ترجع للحياه الطبيعيه ديالنا وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم كنتمنى يعجبكم واللي اول مره يشوف القناه ديالنا ما ينساش يدير سبسكرايب ويشارك ويضغط على زر الجرس باش يوصلو كاع الجديد ديالنا وراه بغيتكم تفاعلوا معنا بزاف بزاف حيت القناه ديالنا مازال شويه صغيره ومازال ما بغاش تطلع حيت خصنا نتوما اللي خصكم تطلعونا شكرا بزاف على الناس اللي كيتفاعلوا معنا ديما وكنشكر كل شيء واللي باقي جديد يدخل معنا وبوسي لكم كاملين كنبغيكم كاملين